السلام عليكم واهلا بكم في قناتي سوبر كوية، معاكم دوحة ربيع. النهاردة ولمدة 10 ايام هنعمل سلسلة اميرات ديزني، كل يوم هنعمل اميرة شكل. النهاردة هنعمل اميرة انقذت الصين كلها لوحدها، طبعا دي كانت اوفر قوي من المخرج بس نو بروبلم. شخصيتها قوية جدا بميت راجل. هنعمل مولان. الادوات اللي هنحتاجها التمبل، هيبقى نازل في الديسكريبشن اللينك بتاعه تحت، تطبعوه وتقصوه. هنحتاج مقص، هنحتاج المسطرة البيضاوية عشان نرسم العيون، هنحتاج اللي بتعمل دواير نقط، ألوان جواش اللون الأبيض أو ممكن ألوان مية، هنحتاج أقلام ألوان عادية فلوماستر يعني، طبعا هنحتاج قلم رصاص وقلم اسود اللي هنحدد بيه، ياريت يبقى رابيدو عشان ما بيطلعش من الفوم. وللعيون انا هستخدم النوعية الاقلام ديت عشان بتبقى الاي العين فيها بتبقى بالشكل ديت، بتبقى جميلة يعني. وطبعا هنحتاج فوم والالوان اللي هنحتاجها في مولان وردي فاتح. الوان الفوم اللي هنحتاجها الجسم، لون البشرة هو والراس، الفستان وردي فاتح وردي غامق، القطعة الزرقاء، الشعر هيبقى اسود، وبقية الاكسسوارز بتاعة الفستان هتبقى وردي غامق برضو. وهنحتاج اللولي اللي هو بيبقى نص دايرة للتزيين، مش مهم قوي يعني بس انا بحب احطه بيبقى شكله جميل. طبعا اول حاجة هنعملها ان احنا نقص التمبل ونرسمه على الفوم ونقص الفومة فيدينا الاشكال ديت بالفوم. طيب دلوقتي هنستخدم الوان الفلوماستر ازاي في ان احنا نرسم. ده كمثال بنرسم خط كده بسيط على حواف الفومة ونروح مسيحينه كده بايدينا او بفاين او بسلكة الودان مثلا لحد ما يدينا التأثير ده. تمام، هنعمل كده البينك في الفستان. انا طبعا عايزة استخدم اللون ده، عندي اخف من اللون دوت، فاستخدم البينك دوت في ان انا اعمل كده. هعمل كده في الفستان كله، دي النتيجة اللي هتطلع، بيدي شكل اجمل من اللي هو يبقى سادة بس كده. هنعمل كده في كل حاجة، الجسم برضو عايزين الايد لانها هتبان لما نحط الفستان على الجسم، هتبان الايد. هنعملها بالبرتقالي الخفيف جدا بحيث بس يدي زي ضي حاجة بسيطة جدا. طبعا البرتقالي لما بيتسيح بيدي لون البشرة بس على الغامق شوية. بس هنعمل كفوف، تمام، برضو اللون الأزرق. اللبس دوت في اللقطة اللي هي كانت فيها راحة عشان للخطابة كانت لابسة الشكل ده اللي هو الفستان الصيني. اللي متابع مولان اكيد عارف انا بتكلم عن ايه. هنعمل كل الاكسسوارز بتاعت الفستان برضو باللون ده، اللون الاغمق منه. دلوقتي هنجيب مسدس الشمع وهنبدأ نلزق بالترتيب. اول حاجة الشوزة،
عشان مش هتبان او بتبان منها حاجة بسيطة خالص. بعد كده الفستان، طبعا الفستان يستحسن ان احنا نثبته الاول الطريقة الصح وبعد كده نبدأ نلزق. انا مش حابه اثبت الجسم كله فهثبته من فوق بس. حاجات بسيطه طبعا. التمبل دوت ينفع يتعمل برده على قماش جوخ ويتملي قطن وتبقى عروسه جميله جدا. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هعمله الجوخ. تمام. بعد كده هنضغط على دي كويس عشان السمك بتاعها يقل شويه، عشان احنا عمالين نحط لير فوق لير، يعني عمالين نحط ديت بعد كده تحط فوقها دي بعد كده تحط فوقها ديت، فيعني نرفع شويه. الفوم سهل قوي ان انت تشكليه. دي هتتحط هنا كده. طبعا لو اطفال بتعمل التمبل لازم تبقى ماما جنبك، والمقص بلاش منه، وطبعا مسدس الشمع بلاش منه، ممكن تستبدليه ماما تقصلك الشكل واللزق تستبدليه بالامير بدل مسدس الشمع. برضو دي هنرفعها شويه. وهتروح محطوطة كده. اوكي دلوقتي ده هو طبعا دوت لبس صيني تراديشن عندهم، هيتحط هنا كده. دي الاول هلزقها على دي كده في النص. بحيث تبقى الحواف مع الحواف اللي هنا برضو. وهتروح لزقة هنا كده. لزق كويس. تمام كده الاخت مولان بقى لها الراس اللي هيبقى. طيب دلوقتي قدامنا الراس، خلينا نعمل اول الشعر. ادي القصه وادي اسمها ايه الكحكه اهي كده. نلزق الكحكه في القصه دي ولا قصة لمس الحديد. ماشي. ونروح عامل لها كأنها توكة. قصين الزوايد. وي
اتنين كده صغنطتين او ممكن تلاتة على حسب نشوف. ثلاثة احلى صح؟ اوكي ده كده الشعر. دلوقتي اخر حاجة الوش والملامح. انا كنت عايزة اعمل عين ديت بس لما تتحط على الشعر غالبا ما بتبانش، غالبا ما بتبانش. فهنعمل ايه؟ ادي ممكن نعمل العين، هنلزق الشعر بس من فوق الراس من الحواف بس كده، alright. دلوقتي هنلزق الراس. قبل ما نضغط شكلها جميل قوي، نتأكد انها مولان. طيب 12 دقيقة. اوكي دلوقتي هنعمل العيون. العين دي مش نافعة مع القصة بالطريقة دي، فهنعمل عين صغنطيطة خالص. بس دايرة كده. ونعملها في العين التانية. يا غدي عسلة جميلة قوي. طيب دلوقتي عايزين نعمل البق. ممكن نعمل لها بس كده، يعني هي مش متشيكة ده كله وفي الاخر مش حاطة ميك اب، ولو اني ضد الميك اب بس يعني اتس انمي يعني. اوكي القلم خلص. اوكي الاي لاينر بتاع محتاج يتظبط سنة. اوكي باقي ولو اني مش عايزه لها بق نعمل لها خدود بلاشر حاجه خفيفه خالص كده، ونروح مسياحين زي ما اتفقنا. ممكن نحط لها حلق من لولي برضو. اوكي نحط لها فيونكة صغنطوطة كده. النص
نكسر بيها اللون السادة البنك الغامق. اوكي، وبكده يبقى النهاردة عملنا مولان اول عروسة في اميرات ديزني. يا رب تكون عجبتكم الفكرة، وقولوا لي ايه الاميرة اللي انتوا عايزينها بعد كده في الفيديو الجاي ان شاء الله. واشوفكم في الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وعرفوني رأيكم في فيديو النهاردة. باي باي.